نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال القافلة تم الكشف على ما يقرب من 500 مواطن، وضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية. من 3 أيام شاب حياة كريمة شغال على متابعة القافلة قبل ما تيجي وعلى أرض الواقع، وطبعا يعني هم مع الأهالي وبوصلوا للأهالي أهمية القافلة، وزي ما النهارده شايفين الأعداد الكبيرة ديت القوافل كل أسبوع على الأسبوع الثاني بيزيد عددها. الناس بدأ يخش في قلبهم الثقة والطمأنينة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسة حياة كريمة. أول حاجة بنوصل للقوافل بنعمل ثقافة صحية لكل الناس علشان يحسوا ان القافلة دي فعلا جاية تخدمهم هم شخصيا. بنتكلم معاهم عن حاجات كتير جدا تهم المواطن المصري، للسيدات مثلا الرضاعة الطبيعية ومتابعة الحمل وختان الإناث ومضاره على الأسرة وعلى الشابة وعلى المرأة في مجتمعنا. وبنتكلم كمان عن النظافة الشخصية وكورونا، بنتكلم عن حاجات كتير على مدار اليومين.